السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم العجينه المورقه. هنا كنحتاجوا لهاد العجينه كنحتاجوا 500 غرام نتاع الطحين المعروف بالحلويات. هنايا كنحتاجوا 100 غرام اخرى، هذه كنخليوها يعني باش غادي نغبروا. كنحتاجوا 250 غرام ديال الزبده الخاصه بالطريق، يعني ضروري باش تكون ديك الزبده اللي خاصه بالطريق. الزبده اللي خاصه بالطريق راها الاصل ديالها كتكون شويه قاصحه. هنا كنحتاجوا 3 معالق زيت المائده، معالق كبار بحال هكا. كنحتاجوا معلقه ديال الخل، الخل كيف ما بغى يكون، يا ابيض يا احمر بحال. هنا كنحتاجوا معلقه صغيره ديال الملحه، كنحتاجوا الماء، كنحتاجوا هاد الدلاك هذا. هنا دابا ان شاء الله غادي نبداو. الزبده خصنا نخليوها في الثلاجه، ما نخليوهاش حدانا في المطبخ، يعني ضروري خصها تكون بارده بزاف. ندخلوها للثلاجه. الملحه هنا راه معلقه صغيره، نخلطوا هاد الملحه هكا، كنديروا هاد الزيت، كنديروا هاد المعلقه ديال الخل. بالنسبه للماء راه عندنا 250 مليلتر ديال الماء، يعني ما يعني لا عبرناهم بالكاس العنبه، غادي نعبروا كاس ونص نتاع الماء ديال العنبه، ولكن واخا عندنا 250 حنا راه ما غادي نزربوش ونديروها كامله، غادي نديروا وعينا ميزاننا باش حنا خصنا واحد العجينه ما تكونش جاريه، عجينه تكون جامعه راسها. هنا انا نوريكم، بسم الله غير بحال هادشي. دابا الحلويات ماشي بحال مثلا الملوي او عجينه اخرى، يعني واخا تزرب واخا يعني كتاب وخرجات جاريه هادي تزيديها شويه ديال الطحين ولا هذا لا. الحلويات دائما كنقول لكم خصكم تكون عندكم المقادير مضبوطه باش كتنجح الوصفه. وهي راه كنحتاجوا واحد العجينه تكون قاصحه، ما تكونش رطبه، ما تكونش يعني بحال الشكل نتاع الخبز ولا هذا. هانتوما كتشوفوا راه الطحين مازال في القصعه، هانتوما هي ديك القطيره اللي بقات، هي اللي انا درتها، يعني كاس ديال العنبه، كاس ونص يعني راه يدخل كامل، ولكن ما تزربوش على حسب عاوتاني الجوده ديال الطحين. واخا حنا راه دائما يعني كنديروا واحد الطحين خاص بالحلويات، يعني هذاك ما كيكونش كيشرب بزاف بحال الطحين اللي كيكون خاص بالعجينه. العجينه راه ما كتحتاج ليها ديك لا والو، غير كنجمعوها، ما كندلكوهاش، هانتوما كنجمعوها يعني غير بالصبع ديالنا. هانتوما العجينه كيفاش دايره، ماشي قاصحه ماشي رطبه. هنا العجينه ديالنا هي هذه، دابا غادي نفرقها على جوج كرات، يعني نفرقها في النص. راه العجينه راه حنا ما دالكينها ما والو، غير جامعينها وصافي. هنايا بعد ما خلينا العجينه واحد 10 دقائق حتى ارتاحت، هنا دابا كندردرو الطحين، كنجيبو العجينه ديالنا، كنجيو هكا للوسط وكنبركو وكنجرو عندنا، عاوتاني كنجيو للوسط وكندفعو لقدام، عاوتاني ندورو العجينه هكا، عاوتاني نفس الطريقه. هنا راه طلقنا العجينه الاولى، هما يعني جوج العجينات عندنا، ها الاولى ها الثانيه. هنا دابا كنجيبوا هاد الزبده، هادي راه حنا عاد خرجناها من الثلاجه، غنقسم هاد الزبده على جوج. هاد الطريقه هادي اللي عطيتكم تاع العجينه المورقه، راه هي العجينه المورقه راه معروفه كتخدم 6 المرات، ولكن بهاد الطريقه هادي دابا اللي عطيتكم اليوم راكم تخدموها غير 3 المرات. المهم انتم غادي تتبعوا معايا. هنايا كنجيبوا هاد الزبده هادي، هذا النص، يعني النص غنديروه هنا ونص غنديروه هنا، كنحاولوا كنقرضوها هكا رقيقه. علاش هي كنقول لكم تكون بارده؟ لان الا كانت الزبده سخونه غادي تلصق لكم في يديكم وتعذبكم في التقطاع. اللهم فاش كتكون هكا بارده ما كتعذبش كاع، يعني كتخدميها وانت مرتاحه. هنا نتمنى نحطوها من الفوق عاد نقطعوا الزبده، غير انا هانتوما
يعني كنحاولوا نوزعوا الزبده على قد العجينه. هانتوما غادي نعاوتاني ندير هاد الزبده هكا. كنحاول نطولوا هاد القنيتات هكا، كنطولوهم هاد الجنبات اللي كنكونوا خرجنا في الديك اول مره. هادو هانتوما كنحاولوا كنطولوهم. كنحاولوا نجروا العجينه، راه كتساعدنا يعني باش نجروها. الزبده كنحاولوا باش ندخلوه مزيان. دابا حنا فاش درنا لها هكا، دابا الا جينا ندلكوها غادي تجينا قاصحه شويه. نديروها في البلاستيك الغذائي يعني، وغادي نخليوها 10 ديال الدقائق، 10 ديال الدقائق باش عاد ندلكوها. هي بعد ما دازت 10 دقائق احنا دابا غادي نديرو رشو الطحين. غادي نقطو الكلات كنديرو في الوسط كنجيبو عندنا، عاوتاني كديري الكلاك في الوسط وكتدي ليه. جينا من الاول راه ما كتبقاش مقاده كاريه، حنا خصنا كنبغيو العجينه تكون مقاده كتجي زوينه. هنا العجينه راه ماشي كنقلبوها على هذا الوجه ونعاودو نقلبو على هذا الوجه، لا كنبقاو غير العجينه اللي كندوروها باش كنقادو الدليك. دابا هنايا راه حنا ما كنرشو لا طحين لا والو، العجينه هانتوما كتشوفوا راها قطع راسها. هادشي علاش كنقول لكم الزبده تكون خاصه بالطريق والزبده تكون بارده. كون كانت دابا الزبده سخونه، ماشي سخونه غير على حراره المطبخ، فاش كتجيو دلكو عندك الزبده اللي ماشي خاصه بالطريق وعندك الزبده على حراره المطبخ، يعني واخا تكون ديال الطريق خاصها تكون بارده في الثلاجه. فاش كتجيو دلكو راه كتسيح لكم الزبده، كتخرج كتبدا كتلصق. هانتوما كتشوفوا راه ما كاين والو الحمد لله. انا غير كنوصيكم هاد النصائح راه هما مهمين في الفيديو. هنا كنجيبوا العجينه، كنجيبوا هذه كردوها لهنا في النص، ونحاولوا العجينه تكون قاده باش ما تجيش بلاصه غليظه وبلاصه رقيقه. كنجيبوا هذا اللي قدام اللي من اللي هكا كنجيبوه لعندنا هكا، كنعاود ثاني نردو هكا. هذا اليسار اللي نجيبوه لهنا اللي على اليسار، هذا اللي على اليمين نردو هكا على اليسار. هانتوما كتشوفوا راه بحال اللي كانت هو واحد المسمنه، غير خصنا نبقاو عاقلين على هاد الطويط. دابا راه هادي عاد تلقى الاولى اللي درت، راه باقيين تابعيني جوج تلقات اخرين، ولكن هي راه غير تلقى، ولكن على ديك اللي درت قرصه فوق قرصه راه ما كيتحسبوا جوج. دابا غادي نعاود ثاني نلمدوها في البلاستيك الغذائي. نيت هذاك الاولاني اللي درت راه حنا كنحتفظوا به، غادي نعاودو نلمدوها باش ما يدخلها لا هو لا الشرقي لا والو، باش العجينه ديالنا ما تشرقيناش. غنخليها عاوتاني في الثلاجه. انا كنقول لكم الا هو كان البرد بزاف راه كما سبق لي وقلت لكم، الا كان البرد راه كتخليوها غير هكا يعني غير محطوطه. كان الحال سخون دافي راه ضروري من الثلاجه باش الزبده ما كتعذبكمش في الطلع. كنخليوها من 10 دقائق حتى 30 دقيقه، ماشي مشكل، غير المهم ما تفوتوش يعني ما تخدموهاش قبل 10 دقائق، 15 دقيقه 30 دقيقه ماشي مشكل، يعني فوق ما ساليتو راكم كتخدموها. هنايا حنا دابا حليناها من بين عاد نطلقوها الطلقه الثانيه، كنفطروا دقيق ضروري. هنا راه حنا دلكناها عاوتاني، راه حنا وصلناها عندك 40 سنتيم طول 40 عرض. هنايا لحقاش فاش طويت العجينه ودرت لها هكا، راه ديك اللي على اليمين في الاخر اللي على اليمين هو اللي رديتو اليسار، يعني خصنا نحافظوا على ديك الطويه، ماشي نوبا نطويو هكا نوبا نطويو هكا، باش غادي نبقاو عاقلين عليها باش ما نساوش. كنجيبوها هكا طريف طريف نتاع الكاغيط ديال الزبده، كنجيو لهاد الجنيه بهذا وكنديروه هكا.
كنديرو هكا باش كنبقاو عاقلين على اليمين كيولي اليسر في المره الاخرانيه. ها حنايا تلقنا العجينه ديالنا. الطحين راني ما تكثروش الطحين، يعني هانتوما كتشوفوا ما كتلصقش فوقاش كيكون كديروا الطحين الساعه اللي كتكون كتلصق، اما ما كانش كتلصق راكم كتستغناو عليه. عاوتاني نفس الطريقه باش خدمنا اول مره، هذيك هي الطريقه اللي مهمه في هاد لاباط فيتن. دابا راه كتكون باينه ولكن فاش كتدلك لي ما كتبانش. حنايا خصنا باش نبقاو عاقلين هانتوما صافي. انا عاوتاني نديرها في البلاستيك الغذائي وغادي عاوتاني نخليها. انا قلت لكم من 10 دقائق الى حتى 30 دقيقه. هنايا هي بعد ما دازت 15 دقيقه غادي نطلقها الطلقه الثالثه والاخيره. هنا غبرت شويه ديال الدقيق، يعني شويه ماشي بزاف. هنا دابا عاوتاني نطلقها، عاوتاني تولي فيها 40 سنتيم في الطول و 40 في العرض. هنا راه غادي نقطو هاد الدلاك هذا اللي دابا راه كتكون قاصحه، نقطو هاد الدلاك هذا في الوسط. دائما الدلاك يكون في الوسط، حنا ما كندلكوش ولكن كنبركو عليها هكا كتقرش شويه. دابا صافي دابا هذيك الطويات اللي كنا كنخافو عليهم ما يجيوناش هما دوك زعما نتلفو فيهم، صافي دابا راه هذه الاخرانيه ما نحتاجوهاش. دابا العجينه حنا وجدناها ولكن الشكيلات ان شاء الله دابا نوريكم. راه كتخدم بزاف ديال الانواع ديال الحلويات وليكيش وبزاف نتاع الوصفات اللي كنخدموا فيها. هنا انا نقطع لكم نقسم لكم العجينه باش تشوفوا النتيجه نتاع التوراق. هانتوما راهما باينين يعني الطويات، هانتوما كتشوفوا هاد العجينه راه يمكن لك تصوبيها وتحتفظي بها الا كنتي بحال دابا غير في الثلاجه بلا مجمد، راه يمكن لها تجلس لك حتى لست ايام في الثلاجه يعني، ولكن راه تكون هكا يعني مغطيه بالبلاستيك الغذائي تكون مغطيه ما يدخلهاش الهواء ما يدخلهاش الريح. هكا بغيتي تستعمليها في المجمد راه كتبقى واحد المده طويله فوق ما بغيتي لاباط فيتي او العجينه المورقه راكي كتجبديها. هكا العجينه المورقه ديالنا هي واجده. راه هاد المقادير اللي صوبت ليهم راهم عطاوني كيلو ديال العجينه. هنا كنتمنى تعجبكم وكنتمنى تجربوها. ما تنساوش الخيرات في القناه ديالي على اليوتيوب وخليولي الاقتراحات ديالكم في التعليقات. بالصحه.